السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب أفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. في بيان مشترك، المملكة واليابان يؤكدان على تعزيز سلاسل إمداد الطاقة النظيفة ولبلوغ الحياد الصفري. في زيارة رسمية، الرئيس التركي يصل إلى المملكة مساء اليوم. إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً للاحتيال المالي على الآخرين وتحويل الأموال إلى خارج المملكة. والوطنية للإسكان تدشن ضاحية صدايم في شمال أبحر بأكثر من 8000 وحدة سكنية. أحييكم. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة شفهية إلى فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد قطان خلال استقبال رئيس جنوب أفريقيا له اليوم في مدينة جوهانسبرغ. ونقل المستشار تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لفخامته ولحكومة وشعب جنوب أفريقيا، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة. جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. صدر بيان مشترك حول مبادرة منار للطاقة النظيفة بين المملكة واليابان، حيث قرر الجانبان تأسيس مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة والوصول إلى الحياد الصفري. تهدف هذه المبادرة إلى إبراز ريادة المملكة واليابان في مشروعات الطاقة النظيفة والمواد المتقدمة المستدامة، بالإضافة إلى خفض التكلفة وزيادة مرونة سلاسل الإمداد وأمنها. سوف يتم في إطار مبادرة منار تطوير عدد من المشروعات التي سوف تقود التوجه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة في العالم. وللحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث. مرحبا بك دكتور عبد الله. بداية إذا تكرمت أعطنا نبذة عامة عن هذه المبادرة وهي مبادرة منار للطاقة النظيفة. يعني بلا شك أن هذه المبادرة جاءت لتعزز العلاقات السعودية اليابانية، وأن هذه الطاقة تعتبر أحد الأسس التي تتعامل معها السعودية مستقبلا في هذه الطاقة النظيفة، وبالإمكان يعني المضي قدما في هذا المشروع بما تمتلك اليابان من خبرة واسعة في هذا المجال. وهذا التعاون يسعى دائما إلى إيجاد تلك المبادرة منار السعودية اليابانية للطاقة النظيفة، وتأكيد التعاون تعزيز ثلاثة إمداد الطاقة النظيفة. إضافة تهدف لإبراز ريادة السعودية واليابان في الطاقة النظيفة. لا أسألك لتسأل
ما هي الطاقة النظيفة التي يمكن تعريفها لدى المشاهد الكريم؟ نعم تعريف الطاقة تفضل. النظيفة بأنها الطاقة التي لا تتلوث الغلاف الجوي مثل الكهرباء والطاقة النووية، على خلاف الفحم والنفط التي تعمل على تلويث الغلاف. فقلما ما تكون هذه الطاقة نوعا من أنواع الطاقة المتجددة والانبعاثات الصفرية. يعني مصادر الطاقة المتجددة دائما توفرها من خلال مقاييس كفاءة استخدام الطاقة. إذا هذه المبادرة سوف تسهم في تعزيز العلاقات السعودية اليابانية، وتكون المملكة هي المبادرة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. وهذا يعطي مدى اهتمام السعودي دائما السباقة في تلك المبادرات، وأن تكون الوحيدة في هذه المنطقة من إيجاد إلى طاقة نظيفة سليمة بعيدة عن التلوث والانبعاثات الكربونية. نعم دكتور عبد الله، إضافة إلى هذه المبادرة سوف يتم في إطارها تطوير عدد من المشروعات التي سوف تقود التوجه نحو تحول إلى طاقة نظيفة حول العالم أجمع. ما الذي يمكن قوله في هذا الصدد حول هذه المشروعات؟ يعني بلا شك مثل هذه المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات كثيرة، ومن الطاقة النظيفة هناك اتفاقيات أخرى في الطاقة، في الاتصالات، في البنى التحتية، في الصحة، في عدة مجالات، أكثر من 26 اتفاقيات أو 16 اتفاقية تم توقيعها. وهذا يعطي مدى حجم العلاقات السعودية اليابانية وثقة التعامل بين البلدين. العلاقات السعودية لم تكن وليدة هذه الأيام، بل مضت أكثر من 80 عاما من هذه العلاقات، وجعلت هناك ثقة تجارية، صناعية، دبلوماسية، اقتصادية، سياسية، تجعل هذه العلاقة أكثر ثقة وأكثر تعامل وأكثر جدية. وبالتالي أصبحت تلك المشاريع ومن أهمها الطاقة النظيفة التي تجعل هناك عدة مشاريع تحت مظلة هذه الطاقة النظيفة، بل تعزز حجم الاستثمار وتعطي فرص قوية، بالإضافة إلى فتح فرص وظيفية وزيادة الناتج المحلي عندما تكون هناك هذه المشروع قادر على التوسع، ويكون هناك مشاريع أخرى تحت هذه المظلة. بالفعل هذه المبادرة وهذه المشاريع تعزز وتفتح آفاق كبيرة بين البلدين. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله المغلوث على كل ما قدمته لنا من معلومات وإيضاحات، شكرا لك. يصل اليوم إلى المملكة الرئيس التركي أردوغان في زيارة رسمية ضمن جولته لدول الخليج في أول جولة متعددة البلدان بعد إعادة انتخابه. ومن المقرر أن ينعقد منتدى الأعمال السعودي التركي بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وتركيا وتوقع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الشرقية حفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة اليمامة للتميز من الأيتام واليتيمات مستفيدي جمعية بناء بالمنطقة الشرقية. تهدف الجائزة لتحفيز الأيتام المستفيدين وغرس ثقافة التميز والإبداع بينهم ورفع مستوى التحصيل الدراسي وتطوير المهارات والقدرات. وفي ختام الحفل كرم سموه الطلاب المتميزين في مسار جائزة عبد الملك الخالدي لحفظ القرآن الكريم والمتميزين في مراحل التعليم والذين حققوا المركز الأول في منافسة سيليكون فالي. هذا والتقى سمو أمير منطقة الشرقية برئيس نادي الصفا الرياضي بالقطيف محمد غلاب، يرافقه أعضاء النادي وبطل المملكة في لعبة السكواش محمد النصفان بمناسبة حصوله على بطولة دولية. وهنأ الأمير سعود بن نايف أعضاء النادي على هذا الإنجاز وتحقيقهم إنجاز صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري للمحترفين وتحقيق النادي بطولة المملكة لكرة السلة، متمنيا لهم دوام التوفيق والمزيد من البطولات. تسلم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تقريرا عن أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.
التي نفذها في منفذ الوديعة الحدودي خلال موسم حج 44 للهجرة، وذلك خلال لقائه مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ مشعل العتيبي. تضمن التقرير المشاركة في توزيع أكثر من 28 ألف مطبوعة وإهداء 30 ألف نسخة من المصحف الشريف وتنظيم 360 نشاطا وبرنامجا خلال استقبال وتوديع حجاج بيت الله الحرام من الجمهورية اليمنية الشقيقة. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على مشروعي جولة مؤسسة محمد بن سلمان مسك بمنطقة القصيم الهادفة لإيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة وإلهام وتمكين الطاقات الإبداعية بالمنطقة وتقديم المبادرات والمسارات والبرامج الإثرائية لمجتمع الشباب المبدع والطموح، وذلك خلال لقاء فريق جولة مؤسسة محمد بن سلمان مسك بحضور أمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش. كما التقى سمو أمير منطقة القصيم بالرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة الدكتورة مرام العتيبي ومستشار سموي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الدكتور فيصل الخميس. ونوه سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة من خلال خططها الاستراتيجية الشاملة وبرامجها الصحية المتعددة سعيا للاكتفاء الذاتي من فصائل الدم، واستمع سموه لشرح عن جهود الوزارة لزيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم لتعزيز ثقافة التبرع وزيادة عدد المتبرعين بشكل طوعي ومنتظم. شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين تجمع المدينة المنورة الصحي ومؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية وجمعية الطب المنزلي رعايتي بهدف تعزيز إجراءات الكشف المبكر عن أمراض الكلى المزمنة أو المعرضين للإصابة وجمع البيانات وتحليلها في نظام تقني مخصص ومطور وإحالات من المنشآت الصحية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المكلف سعد القحطاني. ثمن سموه جهود الفرع ودعمه للرياضات المختلفة والاهتمام بها وبمنجزات المناشط الرياضية في منطقة جازان، متمنيا لمدير ومنسوبي فرع الرياضة التوفيق في مهام عملهم. أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة حصة بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين. من جهة ثانية التقى سمو نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس النيابة العامة بالمنطقة الشيخ حسين القحطاني، وثمن سموه الجهود التي يبذلها منسوبي النيابة العامة بالمنطقة منوها بما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم مباشر من القيادة الرشيدة. إذن مشاهدينا الكرام، قبل قليل ذكرنا في أخبارنا الأولى من هذه النشرة زيارة الرئيس التركي للمملكة. دعونا نتحدث نحن وإياكم مع مراسلنا عبد الله أرويس للحديث عن انطلاق أعمال المجلس السعودي التركي في جدة. مرحبا بك عبد الله.
أهلا بك وأيضا أهلا بالسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك، تفضل. نعم، بحول الله سوف يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عند مساء هذا اليوم للقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء نتحدث عن قطاع الطاقة وأيضا عن الجوانب السياسية، نتحدث أيضا عن التقارب السعودي التركي خلال الفترة الماضية برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يقارب 200 من رجال الأعمال المستثمرين يأتون برفقة الرئيس التركي لبحث فرص الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، نتحدث عن أكثر من 320 شركة تركية داخل المملكة العربية السعودية، أيضا أكثر من 1140 شركة سعودية داخل الأراضي التركية مستثمرة. اليوم من ضمن الأجندة أجندة الأعمال سوف يكون هناك جلسات متخصصة تتحدث عن السياحة والعقار والتعدين والصناعة وأيضا الغذاء والزراعة، ومن المتوقع أن يكون هنالك تبادل في مذكرات التفاهم. هذه أهم المعلومات التي سوف تكون اليوم فيما يخص هذا المنتدى، منتدى الأعمال السعودي التركي. سوف يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، هذا كما هو مؤكد في جدول أعمال هذا المنتدى، وسوف يكون له كلمة يلقيها على هامش هذا المنتدى. نعم، أشكرك جزيل الشكر زميل عبد الله الرويس. أيضا مشاهدينا الكرام، خلاصة القول، هذه الزيارة تعزز العلاقات الاقتصادية وأيضا الاستثمارية بين المملكة وتركيا، وأيضا توقيع عدد من الاتفاقيات. اعتلى أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى الجمعة الماضية منبر الجامع الكبير بنيو دلهي وإمامة المصلين بدعوة من إمام وخطيب الجامع، ليكون أول شخصية دينية من خارج الهند تعتلي هذا المنبر منذ نحو 400 عام. وفي الخطبة أكد العيسى على وسطية الإسلام واعتداله ورفض أشكال التطرف والعنف كافة أيا كانت أسبابها وذرائعها. تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد غد الأربعاء باستبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 130 فنيا وصانعا جريا على العادة السنوية. سوف يتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة وإلباسها الكسوة الجديدة المكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب. تستهلك الكسوة نحو 670 كيلوغرام من الحرير الخام الذي تتم صباغته باللون الأسود، و120 كيلوغرام من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة. أنهت شؤون الحرمين ممثلة بوكالة المعارض والمتاحف أعمالها في موسم الحج بإقامة وتنظيم 19 معرضا متنوعا توزعت على 8 مواقع مختلفة، حيث وصل عدد الزوار إلى أكثر من 560 زائر، فيما أتاح المعرض عرض 80 قطعة من مقتنيات الحرمين الشريفين النادرة وتوزيع أكثر من 10,000 عبوة من ماء زمزم، إضافة إلى تقديم أكثر من 25,000 هدية مختلفة للزوار. اختتمت أعمال التصفيات النهائية في مسابقة القرآن الكريم الأولى بجمهورية سريلانكا بمشاركة 240 متسابقا ومتسابقة من عموم المدارس والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بسريلانكا. وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن لجان التحكيم وعلى مدى يومين استمعت لقراءات المتسابقين، يأتي ذلك من جهود المملكة في العناية بالقرآن الكريم وتحفيز الشباب على حفظه. هذا وسوف يقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة اليوم. استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ برئيس مجلس إدارة جمعية البر بالجديدة فهد منقرة والوفد المرافق له، واستعرض على سماحته جهود ومبادرات الجمعية
وما تقدمه من خدمات لأهالي المنطقة، وأكد سماحة المفتي عظم أجر وفضل رعاية الأيتام وأثنى على جهود الجمعية لخدمة المستفيدين. أوقفت النيابة العامة تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما من مواطنين ومقيمين امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة، وذلك بتمرير المكالمات الدولية بأرقام هواتف الضحايا داخل المملكة. كما قام بعض المتهمين بنشر سيرهم الذاتية عبر التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف والعمل عن بعد مقابل راتب شهري زهيد. وأوضحت النيابة أنه تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي. هذا ودعت النيابة ضرورة التحقق من أي اتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار. أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عملية تهريب أكثر من 155 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في هيكل شاحنة، وقبضت على مهربيها وهم 5 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. دشنت الشركة الوطنية للإسكان في جدة ضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في شمال أبحر على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع. توفر هذه الضاحية أكثر من 8000 وحدة سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من العمارة الحجازية. وأكدت الشركة أن إطلاق مشروع ضاحية سدايم في جدة يأتي امتدادا لتنمية المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية ذات جودة عالية بمواقع استراتيجية. للمزيد ينضم معنا من جدة مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله الخرجي. مرحبا بك عبد الله. لعل الكثير متعطش لتفاصيل أكثر حول هذه الضاحية وهي ضاحية سدايم، حدثنا عن ذلك وأعطنا معلومات أكثر إذا تكرمت. في البداية مساء الخير عليك منى، ومساء الخير على مشاهدي أخبار السعودية. بالفعل منى كما ذكرتي نحن نتواجد في موقع هذا الحفل، هو حفل تدشين ضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في مدينة جدة. نتحدث عن هذه الضاحية التي هي تقع على مساحة تقدر ب3,800,000 متر مربع. هذه الضاحية تقع في شمال مدينة جدة بالقرب من مدينة البحيرات، وكما ذكرنا هي لرفع المنتوج أو الوحدات السكنية في مدينة جدة خلال الفترة القادمة. نتحدث عن ضاحية بطراز عمراني مميز مستوحى من العمارة الحجازية، وأيضا نتحدث عن مساحة كبيرة، وأيضا توفر لوحدات سكنية بأنظمة متغيرة مثل الفلل والشقق والتاون هاوس. أيضا نتحدث عن إطلاق هذا الحفل، إن شاء الله سوف يكون الساعة 7 مساء بحضور سمو محافظ مدينة جدة وبرعاية نائب أمير منطقة مكة المكرم الأمير بدر بن سلطان. الحديث بشكل موسع عن هذه الضاحية وإطلاقها يسعنا استضيف الأستاذ صالح العنزي وهو مدير عام الاتصال المؤسسي بالوطنية الإسكان. في البداية أهلا وسهلا فيك أستاذ صالح على أخبار السعودية. حدثنا في البداية ما هي الأحدث أو أبرز المجريات في وطنية إسكان ما قبل الضاحية في مدينة جدة وأيضا بعدها عن هذه الضاحية. حياك الله أخي عبد الله، شكرا للقناة السعودية لتواجدكم اليوم. الوطنية الإسكان تعمل على زيادة المعروض العقاري وهو أحد أهدافها الاستراتيجية التي تعمل عليها منذ إنشائها. الفترة الماضية قدمت الوطنية للإسكان 14 ضاحية ومجتمع سكني، وانضمت اليوم الضاحية رقم 15 في محافظة جدة. العمل كبير وقائم من خلال آلاف ومئات آلاف الوحدات اللي تقدمها الوطنية للإسكان، سواء اللي تم تسليمها للمواطنين في جميع مناطق المملكة أو اللي جاري عليها العمل خلال السنوات القادمة. جميل. أستاذ صالح، تحدثنا عن هذه الضاحية، هي أحدث الضواحي في مدينة جدة على طراز مميز في موقع مميز. حدثنا عن ضاحية سدايم اليوم التدشين، وما هي أبرز المعالم لهذه الضاحية؟ نعم، ضاحية سدايم هي أحدث الضواحي اللي تقدمها الوطنية للإسكان.
يعني هي استمرار لما تقدمه الوطنية للإسكان من جودة أعمال وجودة حياة وترفيه للمواطن. بالنسبة لنا اليوم السكن أصبح هو جزء من الترفيه اللي يعيشه المواطن من خلال وجود الحدائق والمسطحات الخضراء، الممرات، الممشى الموجودة في الضواحي السكنية، وهذا اللي احنا نعمل عليه. ما يقارب 3,800,000 متر مربع، وأكثر من هذا الرقم بقليل هي مساحة هذه الضاحية. بإذن الله راح يتم بناء 8,000 وحدة سكنية حسب المخططات اللي تم العمل عليها. كذلك المستهدف بإذن الله أنه أكثر من 40,000 نسمة يعني راح يكون في هذه الضاحية من خلال جودة حياة متكاملة وممرات وأعلى المواصفات والمعايير والمقاييس اللي نعمل عليها في الوطنية لإسكان جودة البناء، راح يتم تنفيذ هذه الضاحية إن شاء الله. طيب أستاذ صالح، لو تحدثنا عن الضاحية بمفهوم عام، هي عمل كبير، لكن التوقيت، متى يكون التسجيل، المواقع، متى يكون مسموح لأهالي مدينة جدة المبادرة لشراء هذه الوحدات السكنية؟ لما نتحدث عن ضاحية سدايم، اليوم التدشين بإذن الله بحضور سمو محافظ جدة. الوطنية خلال الفترة الماضية هي عملت على كل الأمور الإدارية وكذلك العمل في البنية التحتية، وهذا قائم حاليا يعني من خلال الخرائط، ممكن الأول حضور يعني عينيا الواحد يقدر يشاهد هذا الأمر. اليوم الإطلاق، تسجيل الاهتمام راح يتم الإعلان عنه وأعلن عنه سابقا، إضافة إلى اليوم البيع بشكل رسمي راح يبدأ في 24 يوليو بإذن الله لجميع الوحدات السكنية المتنوعة من فلل لوحدات سكنية وكذلك تاون هاوس. الأسعار في هي الآن تساؤل الكثير من سكان مدينة جدة، لو نعلم كم هي الأسعار والتقسيم هذه الوحدات. نعم، التقسيم ذكرت لك هي عبارة عن يعني احنا ايضا جزء من عملنا الاستراتيجي اللي نعمل عليه هو توفير الوحدات السكنية بالمساحات اللي تتناسب مع الأسر السعودية، وكل مواطن هو عارف احتياجه الحقيقي اليوم للسكن، لأنه كل سكن او كل مساحة لها سعر خاص فيها. تبدأ الأسعار في ضاحية سدايم تتحدث عن الفلل من 800,000 على مساحات 250 متر مربع. شكرا لك أستاذ صالح. حياك الله على أستاذ. شكرا عبد الله. نعم. كما شاهدنا وذكر الأستاذ صالح العنزي وهو مدير عام اتصال المؤسسة في وطنية الإسكان، سوف يكون الإطلاق هذا اليوم بإذن الله للضاحية، وأيضا نتحدث عن التدشين هذا اليوم، سيكون هناك بدء البيع في يوم 24 يوليو لمن رغب في التسجيل والوصول مباشرة إلى هذه الخيارات. والخيارات المتاحة هي فلل وشقق وأيضا تاون هاوس، وتبدأ الأسعار من 800,000 ريال، وسوف تكون إن شاء الله خلال الأيام القادمة. هذه أبرز المشاهدات لدينا منى، والعودة إليك. لك منا جزيل الشكر الزميل عبد الله الخرجي على هذه التغطية المميزة، أيضا نشكر ضيفك الكريم، شكرا لكما. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه النشرة وفيها بعد الفاصل. المملكة تقدم دعما ماليا للتحول الرقمي لمكافحة الجريمة دوليا. حياكم من جديد. قدمت المملكة مساهمة طوعية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول مقدارها 1,000,000 يورو، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامج لأحد برامج القدرات للانتربول الذي يهدف إلى تسخير الإمكانيات والابتكارات في المجال التكنولوجي لخدمة الخطوط الأمامية في المنافذ الحدودية عالميا، وتعزيز الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتحقيق الأمن على مستوى العالم. حقق منتخب المملكة للفيزياء 3 جوائز عالمية في منافسات أولمبيات الفيزياء الدولي التي أقيمت فعالياتها في اليابان بمشاركة 387 طالب ب82 دولة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 من يوليو الجاري. بهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من جوائز الأولمبيات إلى 42 جائزة ما بين ميداليات وشهادات تقدير.
أكدت الهيئة العامة للعقار أن المهلة التصحيحية للنظام الوساطة العقارية تنتهي غدا الثلاثاء، وكانت الهيئة أتاحت للممارسين العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة التي استمرت لستة أشهر. شددت هيئة العقار أن الوساطة العقارية تمارس حصرا على المرخصين، مشيرة إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. نفذت شركة المياه الوطنية مشروعا مائيا في مدينة بريدة بمنطقة القصيم بتكلفة تجاوزت 100 مليون ريال، وذلك لتعزيز إيصال المياه إلى المدينة وزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية وتحسين جودتها ومواكبة للطلب المتزايد. وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ 21 بئرا بخزان المياه قدره ضخ يصل إلى 250 ألف متر مكعب من المياه في اليوم. ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 50 مخالفا لنظام البيئة، هم 33 مواطنا و13 مقيما ارتكبوا مخالفات رعي في عدة محميات يمنع الرعي فيها. وأوضحت قوات الأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين داعية إلى الإبلاغ عن أي اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية. أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موعد المسابقات الوظيفية للجنسين في عدد من مناطق المملكة لشغل عدة وظائف إدارية وفنية ممن تنطبق عليهم الشروط. وأكدت المؤسسة أن آخر موعد للتقديم على الوظائف هو اليوم الثاني من محرم المقبل. استضاف منتزه الأمير مشاري ابن سعود بمنطقة الباحة فعاليات الجولة الثالثة لبطولة صعود الهضبة بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. بين هضاب الباحة الشاهقة تقام فعاليات صعود الهضبة للمرة الثالثة وسط حضور كثيف تشهده هذه الجولة وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. الحمد لله الفعالية كانت ناجحة، المشاركين والعدد اللي جاء وجودة السيارات وجودة السائقين كانت ممتازة، الأجواء خدمتنا ولله الحمد، أهالي المنطقة والله ما شاء الله جمهور والناس أمر مشجع إن شاء الله حنعيدها في الباحة بإذن الله. أولا منطقة الباحة جدا رائعة من ناحية الطبيعة والسياحة، الشيء الثاني المرتفعات جميلة وتشجعت كثير أن أشارك في الهضبة لأنه أصلاً مرتفعات مية غريبة عني، مدينة الطائف شوية أعرف لي خلفية عنها، فكثيرة شجعت أني أشارك في هذه المسابقة. 50 متسابقاً ومتسابقة شقوا طريقهم للمنافسة على مسار يبلغ طوله 3 كيلومترات ويتضمن 29 منعطفاً على ارتفاع 340 متراً، حيث ينطلق المتنافسون من أسفل الهضبة صعوداً حتى النهاية. صراحة تعودنا نطلع عقبات في المملكة العربية السعودية بحكم تنوع التضاريس، لكن ما شاء الله تبارك الله طرق الباحة
وتضاريس الباحة. يعني العقبة هذه اللي ننافس فيها صراحة من أصعب العقبات اللي شفتها في حياتي. صراحة جدا سعيدة بمشاركتي الثانية الموسم صعود الهضبة، وبصراحة أنا جدا أنبسط وأستانس صراحة مرة لما أجي الباحة. ما تتخيل قديش إحنا فوق إنه في سباق، بس أجواء الباحة تفوز صراحة من جد، يعني أمطار وغيوم والجو جدا جميل. تهدف هذه الفعاليات والأنشطة إلى تنشيط السياحة الداخلية بالمناطق الجنوبية وتمكين الشباب السعودي وتحفيزهم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات. أحلام الغامدي، محافظة بني حسن بمنطقة الباحة. برعاية أمير منطقة الباحة ينطلق اليوم مهرجان الأطاولة التراثي في نسخته السابعة، حيث يحاكي المهرجان تراث أهالي منطقة الباحة قديما وما كانوا عليه الآباء والأجداد. للمزيد ينضم معنا من الباحة مراسل أخبار السعودية الزميل مسفر الهطيل. مرحبا بك مسفر، حدثنا عن هذا المهرجان وهو مهرجان الأطاولة التراثي الذي يعد حاليا في نسخته السابعة. اهلا وسهلا منى، مساء الخير عليك وعلى جميع الساده المشاهدين الاخبار السعوديه. بالتاكيد نتواجد الان في سوق ربوع قريش التاريخي، هذا السوق الذي له العديد من العصور التاريخيه ولا يزال حتى وقتنا الحاضر يشهد هذه الاحتفالات والفعاليات والمهرجانات، وهو سوق ربوع قريش التاريخي. اذا تحدثنا عن مهرجان الاطاوله التراثي، وهو هذا المهرجان الذي يقيمه اهالي الاطاوله في نسخته السابعه، يقيمونه بيد التكاتف والتعاون يدا بيد جميعا، وهو المجاور لقريش الأطاولة الأثرية، هذه القرية التي يزيد عمرها عن أكثر من 800 عام ويضم العديد من الفعاليات سواء من الوادي الأخضر، وفيه كافة الفعاليات التراثية القديمة وجميع ما كان عليه الآباء والأجداد قديما. المزيد من التفاصيل عن هذا المهرجان ينضم إلينا شيخ قبيلة قريش الشيخ فهد بن جابر الحسين. حياك الله شيخ فهد، نرحب بك معنا عبر أخبار السعودية، وبداية نبارك لكم هذه الاستمرار وهذه النجاحات المتتالية لمهرجان الأطاولة التراثي السابع، ولو تحدثنا عن هذا المهرجان. الله يعطيك العافية والإخوة، بداية نرحب بكم جميعا والإخوة المشاهدين. هذا اليوم راح ينطلق بإذن الله تعالى مهرجان الأطاولة التراثي السابع ضمن فعاليات صيف الباحة أجمل في نسخته السابعة. المهرجان له عديد من الأهداف، من أهمها المحافظة على التراث والتعريف به، أيضا نشر ثقافة التطوع والعمل الاجتماعي، حيث يقوم العمل في هذا المهرجان بسواعد ابناء الاطاوله وتكاتفهم بالتعاون والشراكه مع الجهات الحكوميه المعنيه، سواء كانت اماره منطقه الباحه ممثله في محافظه القرى او امانه المنطقه وهيئه التراث وغيرها من الجهات المعنيه التي تقوم بالتعاون مع الاهالي في انجاح فعاليات هذا المهرجان. يقوم هذا المهرجان على عده جوانب أساسية ومكونات رئيسية، من المكونات الرئيسية لها اللي هو سوق ربوع التاريخي الذي نقف فيه الآن، بالإضافة إلى القرية التراثية القديمة والتي تحوي العديد من المباني الأثرية القديمة، من أهمها مسجد الأثري القديم الذي حظي بتأهيل وترميم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضمن مشروع المساجد التاريخية، بالإضافة إلى المزارع، مزارع القرية التي يقام فيها العديد من الفعاليات مثل الحرث والزراعة وسقي الماء بالطرق القديمة التقليدية. المهرجان يستمر إلى نهاية الشهر القادم بإذن الله تعالى، ويقام فيه العديد من الفعاليات سواء في فترة المساء أو فترة ما بعد العشاء، يستقطب فيه جميع الزوار، ونحرص فيه على أن يكون الزوار في هذه المنطقة يستمتعون بما نقدم من برامج وفعاليات في هذا المهرجان. شيخ قبيلة قريش الشيخ فهد بن جابر الحسين يعطيك العافية، شكرا لك يا شيخ. الله يعطيك العافية. شكرا. نعم. أيضا منا لدينا هنا بعض الأهالي. تفضل لدينا الأستاذ عبد الله، تفضل، وأيضا العم عبد الرحمن. نعم. نستضيف العم عبد الرحمن، تفضل. أول شيء نرحب بك أستاذ عبد الله معنا عبر أخبار السعودية، رأيك في سياحة منطقة الباحة في مهرجان الأطاولة في الأجواء الجذابة هنا في منطقة الباحة بشكل عام؟ والله منطقة الباحة أصبحت الآن منطقة جاذبة لكل سائح، ولله الحمد فيها مهرجانات متكررة، ممكن هذا ظل المهرجان السابع،
ويعني يجذب جميع الأهالي في المدن الثانية، ويعطيكم العافية بصراحة. يعطيك ألف عافية العم عبد الله، شكرا لك، شكرا جزيلا. أيضا من لعلنا نشاهد الآن أحد كبار السن، أهلا وسهلا العم عبد الرحمن، حياك الله عم عبد الرحمن. تواجد مبكر ما شاء الله في مهرجان الأطاولة بالزي التراثي، إيش رأيك في العم عبد الرحمن؟ تواجد مبكر ما شاء الله في مهرجان الأطاولة بالزي التراثي، إيش رأيك في الأجواء وفي المهرجان، استعدادك لحضورك المبكر لمهرجان الأطاولة؟ أولا نسأل الله العلي القدير أن يديم حكامنا ويديم مملكتنا ويديم علينا الستر والعافية. ثانيا في هذه الأطاولة وتراثها يرفع الرأس، ونحن من الذي يشجع والذي التراث وتراث أبانا وأجدادنا، والحمد لله على كل شيء، وصلى الله على محمد. يعطيك ألف عافية يا عبد الرحمن، شكرا لك. نعم أيضا نعم. هذا هو حديث شيخ قبيلة قريش الشيخ فهد بن جابر، وأحد الأهالي وكبار السن الذين يستعدون منذ وقت مبكر بالزي الجنوبي لأهالي منطقة الباحة، أهالي غامد وزهران، الاستعداد بالفعاليات التراثية المتواجدة هنا في مهرجان الأطاولة التراثي السابع، والذي سينطلق افتتاحه اليوم بإذن الله بعد صلاة العشاء برعاية من سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود. نعم مسفر آله طيلة، أمتعتنا وأيضا أمتعت المشاهد الكريم مع ضيوفك الكرام، وخاصة مع كبير السن العم الذي استضفته وذكرنا بالتراث والزي الأصيل الذي ما زال متمسك به، شكرا جزيلا لك. حول مالك أحد المزارع في محافظة بلقرن مزرعته لمزار سياحي لتصبح وجهة للزوار في المحافظة لما تتميز به من إنتاج الفواكه الصيفية، ليجمع الزائر بين التنزه وجني الثمار في وقت واحد. للمزيد يلتحق بنا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله القرني. مرحبا بك عبد الله، حدثنا عن أهلا وسهلا بك. حدثنا عن هذا المزار السياحي الذي حول مزرعته لإنتاج الفواكه. أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهدي أخبار القناة السعودية. بكل تأكيد اليوم نحن نعيش هنا، خصوصا هنا كما رصدنا هنا في محافظة بلقرن، حراك سياحي كبير جدا، أيضا هناك حراك اقتصادي كبير جدا يواكب هذه المرحلة. تعد محافظة بلقرن أيضا مركز جذب سياحي في منطقة عسير، من خلال ذلك وردنا هذه القصة وقصص أخرى كثيرة لنماذج كثيرة، لأن هذه المنطقة أو هذه المحافظة تمتاز بكثير من المزارع، أيضا تمتاز بجوها بفواكهها الصيفية، تمتاز بمياهها أيضا والكثير من مقومات الزراعة. بكل تأكيد هذه قصة من ضمن قصص كثيرة جدا هنا في محافظة بلقرن. أحد ملاك هذه المزارع حول هذه المزرعة إلى مزار سياحي، أكثر من 1000 شجرة هنا مثمرة هنا في الساعات الأولى من هذا العصر. بكل تأكيد بدأ الزوار يأتون إلى هذه المزرعة، أصبحت هذه المزرعة نقطة جذب هنا في المحافظة. سأستضيف مباشرة الصاحب ومالك هذه المزرعة الذي حولها إلى مزار سياحي العم عبد الله بتبراء. أهلا وسهلا فيك، تفضل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، حياكم الله. في البداية ودي تعرفنا وتعرف المشاهدين الكرام عن بداية القصة وبداية تحويلها من مزرعة خاصة إلى مزار سياحي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمزرعة، المزرعة هذه عمرها الزمني يقارب 40 عام، وكانت مزرعة عادية يعني موجود فيها زراعة من بر وشعير وكذلك بيوت محمية وأشجار متنوعة، ولكن أنا نظرت إلى أن المنطقة تحتاج إلى تطوير نوعا ما، فحولناها من مزرعة يعني إلى منتجع سياحي بحيث يكون متنفس للأهالي وللناس. فالحقيقة المزرعة تضم حوالي 1000 شجرة تقريبا أو أكثر من 1000 شجرة منوع. فالمزرعة الحمد لله الآن صار الإقبال عليها طيب، وفيها كل الأشجار جميع أنواعها، وكذلك أبرز أنواع الأشجار الموجودة في المزرعة. الأشجار الموجودة عندي في المزرعة أبرزها التين والزيتون وكذلك العنب والتوت النوعين البلدي والخارجي،
وكذلك التفاح والبرتقال واليوسف والحماض وطويل العمر سلامة المشمش بشكليه الخارجي والبلدي والجوافة والتوت، توت طبعا خارجي وبلدي وكثير من الأشجار. يعني كيف الآن الزائر جمعت به الحاجتين ما شاء الله، الزائر يتجول ويتنزه وأيضا جني الثمار. طبعا احنا ما بالنسبة للثمار الموجودة في المزرعة لم نحجبها عن الزائر، جميع الأشجار الموجودة المثمرة يتجول الزائر ويستمتع ويصور ويتذوق من الثمار الموجودة فيها، وكذلك عارضين احنا من المنتوجات للبيع، اللي يرغب في البيع يشتري للبيع. وبالنسبة للتذوق وبالنسبة للجلسات، الجلسات فيها 35 جلسة، الجلسات اللي فيها العوائل اللي يجون للمزرعة يقطفون من الثمار ويتذوقون، يأخذون في الجلسات على بشكل خفيف، يعني ما نحاسبهم فيها، يعني نعتبرها مجانا. طيب أم عبد الله، ماذا تقول لزوار محافظة بلقر؟ كثير لا يعرف عن مثل هذه المنتزهات، عن هذه الأفكار، ماذا تقول لهم، ماذا تدعوهم؟ والله بالنسبة للزوار احنا ندعوهم إلى زيارة هذه المزرعة والاستمتاع بجوها وبجميع أشجارها، حتى يوجد فيها ممشى للي يبغون يخففون الوزن وكذا، موجود ممشى يخفف الوزن ويأكل من الثمار اللي تخفف الوزن، يعني عندنا أشجار تخفف الوزن، شايف منها المورينجا وفي برضو التوت البلدي والخارجي والزيتون بجميع أنواعه وجميع أشكال الزيتون عندي من هنا. طيب. النيبالي والصوراني. طيب. وكي 18 كله موجود عندي. أخيرا عم عبد الله، في بعض الأشجار خارج محافظة بلقر أو خارج حتى السعودية جلبتموها أنتم هنا، كيف كانت هذه التجربة؟ والله تجربة كانت ناجحة 100%، والأشجار جميع الأشجار تصلح عندنا في المنطقة هنا في محافظة بلقر، تعيش جميع الأشجار تماما. كلمة أخيرة عم عبد الله للشباب بهذه الأفكار، هل الاستثمار مجدي في هذه الأفكار في السياحة الريفية؟ والله أنا أدعو الشباب إلى أنهم يستثمرون زي المزارع، المزارع اللي عندهم مزارع بدل ما تبقى كذا سائبة ولا لها ما يستفيدوا منها، يستثمرونها إما للتجارة للبيع أو أنهم يستثمرونها كمنتجعات سياحية، يعني تجلب لهم الخير. إحنا الحمد لله في مملكة الخير، إحنا في مملكة الخير، يعني كل شيء فيها خير ونعمة، نحمد الله ونشكره. شكرا لك عم عبد الله. العفو، حياكم الله وفرصة سعيدة، والله يحييكم. ونحن أسعد، هذه الصورة كاملة هنا في محافظة قر، لنموذج للسياحة الريفية في هذه المزارع بين الألف شجرة مثمرة بفواكه صيفية. الصوت والصورة إليك. شكرك جزيل الشكر زميل عبد الله القرني على هذه المشاركة، أيضا نشكر ضيفك الكريم، شكرا لكم. شهدة محافظة الطائف توافد العديد من الأهالي للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والأجواء الباردة. من الشفا العالي بمدينة الطائف، الوجهة المثالية للطبيعة الجبلية التي تكسوها الغابات الكثيفة بأشجار العرار، حيث تبعد هذه القرية قرابة 25 كيلومترا عن مدينة الطائف. إيش تقول يعني صراحة، يعني اللسان يعجز عن الوصف عما شاهدنا في مدينة الطائف من جبال مكسية بالخضرة، مسطحات خضراء ما شاء الله تبارك الله. احنا في بلد الحمد لله، يعني في تنوع وفي دعم من المملكه من الحكومه، وفي حقيقه يعني امن وامان الحمد لله نستمتع فيه، فليش تعب نفسك وليش تعاني وليش تروح بعيد وانت هنا في بلدك وتفيد بلدك. ومن موقع اخر هنا حديقه الردف المصنفه ضمن افضل الاماكن السياحيه في الطائف، وتضم وسائل ترفيهيه تناسب العائلات والأفراد.
طبعا الطائف يعجز اللسان عن وصفه، ومعروف بأجواء الخلابة ورائحة الورد في شوارعه وكل حدائقه. والطائف وجهة سياحية للسعوديين والسائحين من برا، ولين نروح بعيد أصلا. الطائف عندنا مدينة الورد وعروس المصائف. أنا والله جاي من القصيمة. إيه جدا رائعة بصراحة، ما توقعت يعني بهالأجواء ذا. تعرف حنا أجواء القصيم وأجواء حارة مرة، جينا هنا صراحة ما شاء الله تبارك الله أجواء مرة مرة ممتازة والله. دائما ما تكون الطائف ضمن اختيارات السياح على المستويين المحلي والدولي، بما يميزها من مناخ معتدل وإطلالات طبيعية وأماكن سياحية وتراثية. لمهند المالكي، الطائف. عواد الشمري فنان تشكيلي يمارس هواية الخط العربي منذ 25 عاما، إذ تنعكس أعماله من خلال لوحاته الفنية التي يعرضها للزوار في الفعاليات داخل حائل. كما يحرص الشمري على نشر ثقافة رسم الخط العربي للشباب والشابات من خلال تقديم دورات تدريبية. يمتلك الخط العربي مقومات جمالية، ويعد من أكثر الخطوط التي يمكن توظيفها في مجالات إبداعية متعددة. عواد الشمري أحد أبرز الفنانين المهتمين في هذا المجال. الحقيقة الهواية كانت من أيام الدراسة، من أيام الثانوية، فكان يعني كنت أشارك المدرسة في مخطوطات ومخطوطات الجداريات حقت المدارس تقريبا أكثر من 20 سنة أو 25 سنة. يهتم الفنان التشكيلي عواد بالمشاركة في المهرجانات الثقافية والمبادرات داخل منطقة حائل، وذلك من أجل نشر ثقافة الخط العربي والفن التشكيلي للشباب. من خلال مشاركاتي في أكثر من فعالية وفي الكثير من المشاركات، يعني هم محاولة لنشر ثقافة الخط العربي أو تحسين الخط العربي، على الأقل مو لازم يكون خطاط، لكن يكون الخط مقبول بشكل يعني كبير. يبقى الفنان التشكيلي عواد صاحب شغف كبير ومهارة متميزة وطموح عال بأن يصل بموهبته إلى العالمية. سعاد الشمري، حائل. المزارع سامي بن موسى أحد المشاركين في موسم حصاد المانجو في العلا، يروي مشاركته في الموسم. نتابع. المزارع سامي بن موسى أحد المشاركين في أسبوع المانجو، وتنتجها العلا إلى سوق المزارعين بالمنشية. له حكاية بدأناها معه من مزرعته الغنية بأشجار المانجو متعددة الأنواع. أنا قمت بزراعة المانجا في مدينة العلا في مزرعتي بالحجر، من عدة أنواع المانجا، عدة أنواع يعني، في منها اللي هي الفنس وناس يسمونها السمكة، في منها الزبدة، فيهم شعر، فيها قلب الثور، عدة أنواع يعني. تزرعها بزر وتطعمها تطعيم، لها عدة طرق والاهتمام والاعتناء فيها. طبعا الورق هذا الزاء حق الأشجار نحطه في التدوير، احنا نجمعه ونحطه في التدوير، تدوير الكومبوست. الهيئة الملكية لمحافظة العلا أنشأت سوقا دائما للمزارعين وفق أحدث معايير الجودة للمنتجات الزراعية من فواكه وخضروات وما ينتج من مستخلصات الإنتاج الزراعي من العلا، كالمثلجات والعصائر والزيوت ومستحضرات التجميل. المانجو يعتبر ثالث منتج زراعي تنتجه العلا بكثافة، حيث يشكل مع التمور والحمضيات عناصر أساسية لمصادر الغذاء في العلا وغيرها من المدن والدول. ولأول مرة في العلا ينطلق أسبوع المانجو، والذي يسهم في إبراز إنتاج العلا من مختلف الأصناف، ويكتسب حضوراً نوعياً هو الأول من نوعه للاحتفاء بأحد أهم المنتجات الزراعية في تجربة ثقافية زراعية يحتضنها سوق المزارعين في المنشية.
خلال موسم حصاد المانجو. الحمد لله اليوم بدأ مهرجان المانجا في العلا، وصلنا مكان نعرض فيه منتجاتنا، يا ربي لك الحمد، منطلق منتجات المانجا الموجودة في العلا. حياكم الله على الرحب والسعد. للإخبارية راضي زيد، العلا. تذكرون بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب أفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. في بيان مشترك، المملكة واليابان يؤكدان على تعزيز سلاسل إمداد الطاقة النظيفة ولبلوغ الحياد الصفري. في زيارة رسمية، الرئيس التركي يصل إلى المملكة مساء اليوم. إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً للاحتيال المالي على الآخرين وتحويل الأموال إلى خارج المملكة. والوطنية للإسكان تدشن ضاحية سدايم في شمال أبحر بأكثر من 8000 وحدة سكنية. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم.